إذ أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين تنفيذ عملية نوعية طالت الإمارات وحققت أهدافها. وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه الإمارات. قيادة العمليات المشتركة في الوزارة ذكرت أنها دمرت منصة وموقع إطلاق الصاروخ الباليستي الذي قالت إنه في محافظة الجوف اليمنية صباح اليوم الاثنين. الوزارة بثت تسجيلا مصورا لما قالت إنه تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ. وفي تغريدة على تويتر أضافت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي تجاه الإمارات ولم تنجم عن الهجوم أي خسائر. الوزارة أكدت أن بقايا الصاروخ الباليستي سقطت خارج المناطق المأهولة بالسكان. وفي سياق متصل قال ديوان الرئاسة الإسرائيلية وأعلن أن الرئيس إسحاق هيرتسوك سيواصل زيارته الحالية للإمارات وأنه لا خطر عليه. مصادر إسرائيلية قالت إنه تم إطلاع الرئيس هيرتسوك على التطورات الأخيرة وتعرض الإمارات لقصف من قبل الحوثيين. وفي الوقت الذي أكدت فيه وسائل إعلام حوثية تعطل حركة الملاحة في مطار أبو ظبي جراء ما وصفته بالعملية العسكرية ضد الإمارات، قالت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية إن الحركة الجوية تسير بالشكل المعتاد وتجري عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران بشكل طبيعي. وكالة أنباء الإمارات نقلت عن الهيئة قولها إنه لا يوجد تأثير على الرحلات والمطارات نتيجة لاعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقته جماعة الحوثي. وزارة الخارجية الأمريكية من جانبها دانت الهجوم الصاروخي الذي شنه أنصار الله الحوثيون على العاصمة الإماراتية أبوظبي. بيان الخارجية الأمريكية وصف ذلك بأنه إمعان في شن هجمات تهدد المدنيين في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الإسرائيلي الإمارات لمد الجسور وتعزيز الاستقرار في المنطقة بحسب البيان. اللواء المتقاعد فايز الدويري الخبير العسكري والاستراتيجي قال لنا في جولة هذا اليوم في وقت سابق إن هناك معلومات غامضة بشأن العملية التي نفذها الحوثيون في الإمارات. يعني حتى هذه اللحظة أنا لن أخذ بمقولة الرسائل المشفرة، أنا أقول أنها ضربت حد إذا 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 البيان الإماراتي دقيق وقال هناك صاروخ وتم إسقاطه وعلى يحيى سريع لم يقدم المعلومات التفصيلية، إذن يجب أن أتجه باتجاه البيان الرسمي لأن الجانب الآخر لم يقدم معلومات. فإذا أخذت بالبيان الإماراتي على أنه بيان توصيفي دقيق، هذا يقودني إلى أن الحوثي فقط يريد أن يرسل رسائل أنني أستطيع الوصول، لم أقم بتوجيه ضربة حاسمة، لم ألحق أي ضرر، ولكن علي أن أذكرك بأن ذراعي طويل وأستطيع الوصول لك من خلال إرسال صاروخ وأنت قمت بتدميره. هذا وقال نصر الدين عامر رئيس وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحوثيين في وقت سابق لنا في هذا اليوم إن هدف العمليات الراهنة التي تشنها الجماعة على الإمارات هو إثبات أنها غير آمنة. عامر أضاف أن العمليات تهدف أيضا لضرب عصب اقتصاد الإمارات حتى يتوقف عدوانها على اليمن بحسب تعبيره. عنوان هذه المرحلة هو أن الإمارات غير آمنة، هدفها والذي هو في يعني مرمى هدف القوات المسلحة اليمنية هو الاقتصاد الإماراتي وضرب عصب الاقتصاد الإماراتي، هذا هدف استراتيجي، هدف نرغب في تحقيقه، خلاصته ونتيجته هو مغادرة الإمارات للعدوان علينا ما لم تظل داخل هذا الهدف. المغالطات ومحاولة القول أن هناك ألوية سحبت هنا أو هناك هذه لن تنطلي لأنه سبق الإمارات أن غلطت ولم يصح من ذلك شيء. يعني العمليات ستستمر، دورات عمليات العصير استمرت 1 2 3 والعداد ما يزال يدور حتى تتوقف الإمارات أو يتوقف إقصادها يتضرر بشكل كبير جدا. أما أسعد بشارة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي وخلال مداخلة له معنا في جولة هذا اليوم في وقت سابق فشكك في مصداقية بيان المتحدث العسكري للحوثيين ووصفه بأنه يضخم حجم العمليات. بيان الحوثيين هو بيان فضفاض ومبالغ فيه ويشبه البيانات السابقة التي كنا نسمعها على أيام بعض الفصائل التي تكبر كثيرا من حجم العملية، وهذا أول نتيجة له إفقاد المصداقية علما إذا كان بعد هناك من مصداقية. طيب عندما يقول بيان الإمارات واضح أنه تصدى لصاروخ في سماء يعني الإمارات ولم يصل إلى المناطق السكنية وسقطت شظايا خارج المناطق السكنية ونسمع
بيان الحوثيين يتحدث عن عملية كبيرة واستهداف أبوظبي ودبي بالمسيرات دون أن يقدم أي دليل، هذا يعني أن الحوثيين يبغون من هذه العملية الصوتية،